وانا شفت عقارب كمان، هل فينها سم؟ العقارب كلها سم. كلها سم اللي عندك كل في العقارب؟ لا العقارب عموما كلها سم. كلها ايه ده؟ طب وازاي بتتعاملي معاهم؟ ده عقرب سمه ضعيف. فايه بقى ده؟ مصري ده يعني؟ لا مش مصري، من اسيا. من اسيا؟ بيعيش في اسيا. انت جبتيه منين ده يعني؟ اوردر بقى ولا؟ لا في ناس بتبيعهم هنا. بجد؟ بيتباع بكام بقى العقرب؟ ناس متخصصين. أوكي. على حسب النوع، لو مصري ممكن 10 15 جنيه واعلى على حسب الحجم. لو مستورد يعني المستورد ده بكام؟ ده مش فاكره، كان حوالي من 400. انا عايز اسال سؤال، هو ليه المصري يعني ليه اي حاجه مصري بتبقى بنرخصها؟ عشان في فلوس، في فلوس شحن بالنسبه لهم برضو. العقارب المصريه دي هناك برضو مطلوبة. في فلوس شحن برضو هناك بتبقى غاليه. اوكي، نفس الفكره. عشان بس الشحن والحاجات. عشان الشحن وعشان النقل وعشان الناس اللي هتوديها وكده. ده عقرب برضو ده اللي هو؟ لا ده عقرب مصري وسام جدا. سام جدا. طب انت ازاي يعني؟ طب ده سام ده المفروض تخافي، ما يقول لك قرصه العقرب. ده ما كنتش بشيله بايديا خالص. العقرب ده كل التعامل بيني وبينه كان بجفت بملقط. عشان الموضوع مخيف شويه، سم وقوي وكده. عمرك اتقرصتي قبل كده؟ اتقرصت. لا والله. طب بتتصرفي ازاي بقى؟ الاسعافات الاوليه احكي لنا كده سريعا. هو انا كنت عارفه العقرب نوعه وعارفه سمه وعارفه اللي هيحصل لي، فانا خدت اللدغه وقاعده مستنيه بقى الوجع يبتدي يتنقل لدراعي، وعارفه ان هو هيبتدي دور سخونيه وشويه تشنجات كده او وجع او حاجه شبه التقلص في العضلات. انت لازم تستني كل الاعراض دي ان هي تظهر؟ لا بس انا مش عايزه الناس كلها تعمل كده. لا هي المفروض اي حد يتلدغ من عقرب يتوجه على اقرب مستشفى او مركز عشان ياخد المصل بتاعه. بس هو ما كانش عقرب سميته قويه قوي يعني، فانت قلتي مش مشكله هيعدي. بس يعني. بس انا كده غلط اصلا. بس هو اي عقرب المفروض حد يتلدغ منه يروح على مستشفى، لان في ناس عندها حساسيه وفي ناس ما ينفعش تاخد اي مصل. وفي ناس ما ينفعش تاخد دواء وهي ملدوغه من عقرب. فهم في المستشفى بيعرفوا يتعاملوا مع حالات اللدغات. اي مستشفى عاديه يعني؟ اي مستشفى جنب بيتي؟ لا مش كل المستشفيات عندها الامصال بتاعت العقارب والتعابين. بس انت عارفه بقى بحكم انت متدربه يعني، وعارفه هو توصلي لفين عشان يطمن عليكي. هي بس العقارب هي الحاجه الوحيده السامه عندي، وطبعا كل العناكب سامه ما عدا عائله واحده من العناكب ما عندهاش. طب ده عقرب مختلف شكله، موديله ده العقرب اللي لدغني. هو ده كرهتيه بقى ولا رميتيه ولا؟ هو كان هي الحيوانات دي عموما مش هجوميه يعني. مش بتسيبك قاعد كده تروح رايحه تقول انا عايزه اهجم عليه وتروح تيجي تدغي. لا هي دفاعيه. بتدافع عن نفسها. انا عملت غلطه ان انا حطيت ايدي في البوكس وهو شاف ايدي حاجه خطر. يعني انت بتعترفي ان انت الغلطانه، هجمتي عليه خوفتيه فهو دافع عن نفسه. هو ما كانش قصدي. بس هو حقه ان هو يدافع عن نفسه. حقه يدافع عن نفسه بالظبط كده. فانا مش هزعل منه.